بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو القناه ديالنا سولو اس في تي. اليوم في الدروس ديال الديداكتيك ديال اس في تي، هذه الحلقه 10. ديجا كاينين 9 الحلقات فيهم مختلف الدروس اللي غتلقاو في الكونكور. غادي نخليو لكم لي ليان ديالهم 9 والعناوين في الديسكريبشن. اليوم في الحلقه 10 غادي نهضروا على لا بلانيفيكاسيون، التخطيط. لا بلانيفيكاسيون، التخطيط، اشنو كنقصدوا بالتخطيط، شنو هو التخطيط، كيفاش كيكون التخطيط الى اخره. الوغ كيسكو لا بلانيفيكاسيون، شنو هي لا بلانيفيكاسيون، شنو هو التخطيط؟ سي تي ميثود كي كونسيست ا شوازير دي زوبجيكتيف اي ا بروبو دي مويان بور اي بارفينير. يعني شنو هما، هي واحد الطريقه. دونك التخطيط هي واحد الطريقه اللي كتبازا او اللي كتعتمد على اولا اختيار الاهداف والطرق باش نوصلوا، اولا الوسائل باش نوصلوا للاهداف، الاهداف والوسائل اولا الطرق باش نوصلوا للاهداف سويفون ان بروغريسيون كرواسونت، يعني من خلال واحد التطور ولا واحد التقدم تصاعدي. دونك بلانيفي سي اورغانيزي لوبيراسيون انسينيومون ابرونتيساج بار انتيسيباسيون. يعني شنو كنقصدوا بالتخطيط؟ هو التنظيم ديال عمليه التعليم والتعلم بار اونتيسيباسيون، يعني نقدروا بواحد الشكل مسبق. دونك كننظموها بواحد الشكل مسبق. اذا تنظيم عمليه التعليم والتعلم بشكل مسبق، دونك هذا هو التخطيط. يعني قبل ما نمشيو للقسم كندير واحد العمليه ديال تحضير الحصه، هذيك العمليه تحضير الحصه كتكون سميتها او اللي كنسميوها التخطيط. الو لا بلانيفيكاسيون سي لاكسيون دو بلانيفي اي سي لو في ديتر بلانيفي، سي لاكسيون، هي لاكسيون وواحد لو في ديال l'action de planifier et le fait d'être planifié. La progression, bien sûr, elle est proposée par des textes officiels du ministre. يعني هنا التقدم في 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 العمليه ديال التخطيط او التقدم في التخطيط التعلمي اللي بغينا نقولوا كيكون مؤطر بواحد لي تيكست، واحد النصوص قانونيه، واحد النصوص رسميه وزاريه. يعني كنهضروا على التوجيهات الرسميه، ديجا عندنا فيديوهات ديال التوجيهات الرسميه في القناه ديالنا اللي تقدروا. دونك نو زافون ان بروغريسيون اي نو زافون دي كومبيتونس تيرمينال، بمعنى ان في هذيك التوجيهات كيكون واحد الكفايات اللي كيخصنا نوصلوا لهم من خلال التخطيط. اذا ماشي غنخططوا لشي حاجه اللي بغينا حنا ولا اللي بغاها شي واحد اولا اللي بغاها المدير اولا اللي بغاها شي، نو، كاينين دي كومبيتونس. شنو هما الكومبيتونس؟ هو الكفايات، هذوك الكفايات بغينا التلميذ في نهايه الدوره اولا في نهايه واحد الوحده تولي عنده واحد الكفايات معينه. دونك دي كومبيتونس تيرمينال، يعني الكفايات الهدف اولا الكفايات المستهدفه. كيل فو رياليزي، يعني اللي كيخصنا ننجزوهم. اي فو فواغ quels sont les objectifs qui peuvent nous aider à la réalisation de ces compétences ou de cette compétence ou de ces compétences. يعني خصنا نقلبوا على لي زوبجيكتيف، دونك خصنا نقلبوا على لي زوبجيكتيف اللي غيخليونا نوصلوا لهذيك الكفايه او لهذوك الكفايات. بمعنى ان الكفايه يتم تجزئها الى مجموعه من الاهداف، والاهداف يتم تجزئها الى قدرات ومعارف الى اخره. Alors, on parle des compétences visées ou bien des compétences ciblées. Organiser, donc, c'est un travail d'organisation. J'organise l'enseignement, il s'agit du côté de l'enseignant. Yani, من جهة الأستاذ هو اللي كيقوم بهذا العمل ديال l'organisation des enseignements. Et l'apprentissage du côté de l'apprenant. Yani, من جهة المتعلم فكيقوم بعملية التعلم أو لا ممارسة الفعل التعلم. Alors, planifier quoi اشنو غادي نخططو؟ كيس كون فا بلانيفي. الوغ دائما ملي كيتطرح سؤال كيس كون فا بلانيفي او بيان بلانيفي كوا، دونك كيس كون فا بلانيفي. الوغ الفو بازي سيغ تخوا شوز تخي امبورتون، ثلاثة الحوايج كون فا بلانيفي، ثلاثة الحوايج اللي غادي نخططو ليهم. اولا غنخططو للتعلمات، غنخططو للتقويم، وغنخططو للدعم والمعالج. دونك بلانيفي لي زابرونتيساج dans un programme scolaire selon une progression pertinente et bien définie. يعني تنخططوا للتعلمات في واحد البرنامج دراسي خلال واحد من خلال يعني يعني حسب واحد لا بروغريسيون، واحد التطور او واحد يعني التدرج، تدرج بيرتينون بيان ديفيني بيان ديتيرميني، دونك محدد بشكل مسبق. بلانيفي لي زيفالياسيون
اي لي مومون دو سيز ايفالياسيون، يعني نخططوا للتقويم واللحظات ديال هذاك التقويم، يعني واش تقويم تشخيصي، تقويم تكويني، تقويم اجمالي الى اخره. بلانيفي لي مومون دو ريميدياسيون، ريميدياسيون هي يعني المعالجه اي دو سوتيان، يعني الدعم، المعالجه والدعم. دونك هنا فاش من بعد ما كنديروا مثلا واحد الفرض محروسه او واحد التقويم التشخيصي، كيبان لنا بانه راه كاين واحد المجموعه من الاشكالات عند المتعلمين، يعني شي حوايج اللي ما تمكنوش منها. دونك خصنا نخططوا لواحد الحصص ديال الدعم والمعالجه، نديروا فيها تمارين مرتبطه بالفقرات اللي ما تعلموش ليها او اللي ما يقدروش يوصلوا لها التعليم. دونك تشيب دو ريميدياسيون اي دو سوتيان. الو بوركوا فوتيل بلانيفي؟ دونك شنو هما لي زوبجيكتيف د لا بلانيفيسيون، ان بلانيفيكاسيون؟ علاش غادي نديرو ان بلانيفيكا؟ علاش خصنا يكون تخطيط؟ علاش ما نمشيوش مثلا مقسم نهزو كتبه نفيقو الصباح نهزو الدروس ونمشيو نخدمو مباشره بلا تخطيط بلا والو؟ بوركوا؟ دونك تو سامبلومون باسكو لا بلانيفيكاسيون فاسيليت لي زابرونتيساج او زابرونون. اول حاجه كديرها العمليه التخطيط، اول هدف اول يعني لي زافونتاج ديالها هو انك تسهل عمليه التعلم عند المتعلمين، اون لي زيدو ا ابروندر بروغريسيفمون ا انتغري لور اكيزاسيون دون لي سيتياسيون كومبلكس. يعني كتعلمهم بانهم يدمجوا المكتسبات ديالهم في واحد، يدمجوا المكتسبات ديالهم باش يحلوا واحد الوضعيه مشكله، واحد الوضعيه مركبه. دونك فاش كنحطوا له واحد التمرين اولا فاش كنحطوا له واحد الوضعيه مركبه تيخصو يحلها، باش يحلها خصو يكون ديجا عنده واحد المكتسبات، وباش يكون عنده مكتسبات وباش الى اخره فكيخصو يكون وقعو عنده دي زابرونتيساج. دونك شكون اللي غيخليه يحل هذيك الوضعيه هو لا بلانيفيكاسيون، لان الطريقه اللي كنخططوا بها هي الطريقه اللي كتخلينا نحددوا اولا يعني نحددوا الكفايات والاهداف اللي بغينا نوصلوا لها. فهنايا قلنا اول حاجه التخطيط كيسهل عمليه التعلم، لانه كيساعد المتعلمين على انهم يندمجوا المكتسبات ديالهم باش يحلوا واحد الوضعيه مشكل. دونك لا موبيليزاسيون دي سافوار، تحريك ديال المعارف، لو سافوار فير لو سافوار اتر، يعني شنو خصو يدير وكيفاش خصو يكون. ثاني حاجه من يعني اللي هي كتجاوبنا على السؤال بوركوا فوتي، علاش غادي نخططوا. دونك تو سامبلومون لا دوزيام اون دونك سي بور ادابتي لو كونتوني او بوزوان ريال دي زابرونور. يعني شنو يعني الى جيت القسم بلا تخطيط فكنبقى نهضر انا في واحد المجال اللي هو ربما بعيد على التلميذ، ولكن فاش كيخطط فاش كنخطط كنقدر نطرح واحد الاسئله او نصيغ واحد الاسئله اللي كتبسط اللي كتكون مبسطه وكتخلي التلميذ يفهم بواحد الشكل اللي هو سلس الاهداف ويوصل الاهداف اللي بغينا نوصلو. دونك ادابتي لو كونتون، يعني كنكيفو دونك كنقومو بعمليه تكييف المحتويات مع الحاجيات ديال المتعلم، مفهوم؟ هذاك الشيء اللي تنقريوه راه هو اللي محتاجه، غير الطريقه اللي تنقريوه بها هذاك الشيء هي اللي غتخليه هي اما يفهمو ويستعملو ويخدم به ويجاوب على الحاجيات ديالو اولا ما يستعملوش. علاش؟ لان ما درناش تخطيط. دونك بوندون اون برونون اون كونسيديراسيون لو كونتكست سوسيو كولتيغال اي لي تيكست اوفيسيال. دونك هنا باش نادابتيو لو كونتوني كي خصنا نشوفو السياق السوسيو الثقافي اللي كيعيش فيه المتعلم، فين تيعيش، واش في المجال حضاري، في المجال القروي، في الساحل، في الداخل الى اخره، لان هاد الحوايج كلهم كيلعبوا دور كبير في اننا نحطوا الوضعيات المناسبه للتلميذ. اي لي تيكست اوفيسيال حتى هما تيتحكموا في هاد العمليه ديال لادابتاسيون، يعني التوجيهات الرسميه. الوغ ترويزيامون pourquoi faut-il planifier? Troisièmement, c'est pour permettre à l'enseignant d'apporter sa touche personnelle. يعني باش المعلم أو المدرس يحط هذيك اللمسة الشخصية ديالو، لأن التلاميذ اللي كتقريهم مثلا واحد الأستاذ في جديدة ماشي هما التلاميذ اللي تيقريهم واحد الأستاذ في وجدة أو في طنجة أو في العيون، أو ماشي نفس الحاجة. وبالتالي
كل تلميذ عندهم واحد لو كونتكست، كل مجموعه من التلاميذ عندهم واحد الكونتكست سوسيو كولتوريال، عندهم واحد مجموعه من الظروف اللي كيعيشوا فيها، وعندهم واحد مجموعه من الخصائص، واحد مجموعه من المميزات. دونك حتى الاستاذ خصو يتعايش مع هذيك الوضعيه ويجيب لهم دو كونتكست سوسيو كولتوريال في هذاك يعني من المحيط ديالهم en développement une pratique réflexive de la classe d'une manière permanente. يعني دائما الاستاذ اثناء التخطيط ياخذ بعين الاعتبار طبيعه المنطقه اللي كيتواجد فيها، طبيعه التلاميذ كيفاش دايرين، طبيعه المستويات ديال الى اخره. دونك il y a des profs qui suivent le manuel à la lettre. دونك هنا شنو كندير؟ قال لك كاين شي اساتذه اللي كيتتبعوا الكتاب المدرسي بالحرف، كيديروا ديك الفقرات ديال الكتاب المدرسي بالحرف. دونك سيتيم براتيك كيل فو ايسيي، شي حاجه اللي خصنا نيفيتيوها. علاش؟ Vous pouvez bien sûr vous baser sur le manuel. يعني نقدروا نعتمدوا على، مي vous devez faire votre planification. خاصك دير التخطيط ديالك لهذاك المانيوال اللي بغيتي تستعمله. علاش؟ لان المانيوال كتاب واحد دايرينو المجموعه من في المغرب كامل مثلا. واش الطريقه اللي النجاح ديال هذاك الكتاب المدرسي؟ هي نفسها غتكون في سلا، بحال في طنجة، بحال في مراكش، بحال في الناظور، بحال في العيون، بحال في لا ماشي نفس الحاجة. دونك لو مانيال فو لادابتي ا فوتر بلان، ماشي الكتاب المدرسي هو اللي يتحكم فيك وتبقى متبعو نتايا بالطريقة، لا خاصك انت اللي تتحكم في الكتاب المدرسي وانت اللي ديسيدي في. دونك سو ني با لو مانيال كي ديسيد، ماشي المانيال اللي كي تقفك اللي كي يوجهك، مي سي افو دو بروبوزي فوتر بلانيفيكاسيون. يعني كيخصك انت كاستاذ او انت كاستاذه تبروبوزي لا بلانيفيكاسيون. طبيعه الحال راه الا كانت شي حاجه تتقدر تغير، مي سي افو دو بروبوزي فوتر بلانيفيكاسيون. دونك الو il faut apporter votre touche personnelle، يعني كيخصك اللمسه ديالك. اي سيت بلانيفيكاسيون نو سورا با ستابل، واخا تبلانيفي هذاك الشيء راه ما كيكونش مستقر. يعني هو راسك تبان لك شي سؤال ما حطيتيهش مزيان، ولا الطريقه اللي بتحط بها، اولا الموقع ديالو، او ماشي وثيقه، ماشي بلا الى اخره. دونك نو سورا با ديفينيتيف، ماشي ستابل وماشي ديفينيتيف. يعني اشاك فوا il faut le corriger. Donc il est toujours souple, vous pouvez apporter quelques petites modifications selon les besoins de l'apprenant. على حسب الوضعيه ولا يعني الحاجيات ديال المتعلم. شنو هما الانواع ديال لي بلانيفيكاسيون لي تيب دي بلافون؟ دونك il s'agit de préparer une planification à long terme, تخطيط بعيد المدى، planification à moyen terme, تخطيط قصير المدى، et planification à court terme moyen terme متوسط المدى، و à court terme قصير المدى. الوغ نشوفوا بعدا اولا à long terme شنو كنقصدوا به. porter une longue période d'apprentissage، يعني هاد البلانيفيكاسيون التخطيط على المدى البعيد كنقصدوا به تخطيط لواحد الدوره او التخطيط لسنه. et à cet égard les orientations pédagogiques sont-ils ou seront très utiles. يعني شنو ça veut dire que la planification à l'année هي هذيك مثلا التوزيع السنوي اللي كنديرو في الاسبوع، كذا خصنا ندير كذا وكذا في الاسبوع، كذا خصنا ندير كذا الى اخره. دونك خصو الاسابيع ديال السنه كاملين وكنحيد منهم العطل وكنشوف شحال بقى ليا من اسبوع. دونك عندي 17 اسبوع في الدوره الاولى، 17 اسبوع في الدوره الثانيه، خصني عاوتاني يعني مثلا اولى باقي علوم تجريبيه، علوم تجريبيه عندهم 4 ساعات، دونك في كل اسبوع خصني ندير لهم 4 ديال لي تريك في كل الى اخره. دونك هادي سي اون بلانيفيكاسيون ا لونغ تيرم. بلانيفيكاسيون ا مويان تيرم كونسيرن لي بارتي دابرونتيساج اي بورت سار كيلك سيمين دونسينيومون. يعني هنا كنكون كنخطط كنصايب واحد الجداده كامله ديال واحد الفصل اللي فيه مثلا جوج الاسابيع، ثلاثه الى اخره، وكتكون عندي واجد هذيك الجداده كنخدم بها جوج الاسابيع او ثلاثه. بلانيفيكاسيون ا كور تيرم اي غولاتيف اوز اكتيفيتي كوتيديان، يعني الانشطه اليوميه اللي كنديرهم في القسم او بيان دين سيكونس دابرونتيساج. يعني صعيبت الجداده ولكن وسط الجداده عندي مثلا واحد التجربه، واحد التجربه خاصها دار. دونك هنا كيخصني سيناريو بيداغوجي او لا تيخصني واحد البطاقه تقنيه ديال هذيك التجربه. دونك هذه فاش غنصيب بطاقه تقنيه ديال هذيك التجربه، هذه سيتيم بلانيفيكاسيون ا كور تيرم. تو دابور il faut connaître les différents types de planification. On planifie à long terme, à moyen terme ou bien à court terme. Comme ça, on je ne peux pas faire une fiche pédagogique, c'est bien sûr, je n'ai pas une idée sur ce que je veux faire pendant la semaine. Mais je peux dire une fiche pédagogique, une fiche pédagogique,
الا انا ما عنديش فكره شنو خصو يكون في الاسبوع كامل. دونك بار لو لونغ تيرم بور افوار اون ايدي جينيرال جلوبال سور لو كونتوني دو بروغرام اي سي سا سو كي فا فو بيرميت دالابوري لي بلانيفيكاسيون ا مويان تيرم اي اونسويت بلانيفيكاسيون ا كور تيرم. دونك بلانيفيكاسيون ا لونغ تيرم ديال الدوره اولا ديال السنه راه باين التوزيع السنوي الاسابيع الى اخره. منها كنستخرجوا مثلا الشابتر الاول غنديروا في ثلاثه د الاسابيع. دونك كندير واحد التخطيط ديال الشابتر الاول وملي نسالي هو داك الشابتر الاول مثلا هذا كيتسمى مثلا الاسبوع الدوره الاولى فيها 17 اسبوع الشابتر الاول غنديروا في ثلاثه الاسابيع. دونك هذوك ثلاثه الاسابيع غادي نخطط لهم الجوده ديالهم ديال الشابتر الاول. هذا كيتسمى بلانيفيكاسيون ا مويان تيرم ومنها غادي نخرج البلانيفيكاسيون ا كور تيرم اللي غتكون يا اما تخطيط لمقاطع تعلميه. كومون بلانيفي دونك بروندر كونيسونس دونك كومون بلانيفي كيفاش نخططوا. اول حاجه تيخصنا تكون عندنا معرفه بلي تيكست اوفيسيال النصوص الرسميه او التوجيهات الرسميه لانهم هما اللي كيوجهونا الطريقه اللي غادي شنو غادي ليش غادي نخطو المراحل الى اخره المحتويات اللي غادي نخطط لهم. دونك اناليزي لا بروغريسيون دي كونتوني خصنا نحلل التطور ديال المفاهيم دي مانيير اي لادابتي ا سا بروب بلانيفيكاسيون نشوفهم كيفاش كيتطوروا مثلا في الكتب ونحاول ندير واحد لا بروب بلانيفيكاسيون ديالي انا. افوار اون بون ميتريز دو لابروش بار كومبيتونس يعني خص تكون عندي واحد نكون عندي واحد الدرايه ونكون يعني ملم بما يسمى بالمقاربه بالكفايه اللي بها غندير عمليه التخطيط. لان كما كتعرفوا التخطيط في المغرب كان ولا التدريس في المغرب كان بالاهداف الى اخره تطور اخر تطور هو التدريس بالمقاربه بالكفايات يعني كيخصنا يكونوا عندنا معلومات عليه. الو لي فاز دانكو بغيت نخطط المراحل ديال الدرس كاينين ثلاثه لوفيرتور غنفتح يعني الدرس غنبدا شنو غادي ندير فيه الى اخره لو ديرولمون او كور دان كور يعني خلال الدرس اي لا كلوتير كيفاش غادي نسد الدرس. اولا في لوفيرتور كيفاش غادي نفتح الدرس كيفاش غادي نبدا الدرس. دونك اول حاجه كتكون عندي دو كيل فاسون دونك هنا جو في اكوي لي زيليف يعني كيفاش غنستقبل التلاميذ يدخلوا القسم الى اخره. دونك خصني ضروري ندير واحد نحاول نتميز نوعا ما. كومون ستيميلي لا موتيفاسيون دي زيليف كيفاش نحفز التلاميذ باش ينخرطوا معايا في واحد التعلم جديد. طبيعة الحال هنا راه كيدخل استخراج ديال التمثلات كيدخل الى اخره بزاف د الحوايج. دونك ديجا خاص تكون عندك وضعيه باش تستخرج التمثلات الى اخره. رابيل ايفالياسيون دياغنوستيك سيتياسيون دو ديبار دونك خصني يكون عندي واحد التذكير في هاد لوفيرتور كندير فيها تذكير بمعطيات سابقه اولا كندير واحد ليفالياسيون دياغنوستيك واحد التقويم تشخيصي نشخص به المكتسبات شنو اللي عندهم شنو اللي ما عندهمش الى اخره وندير غابيل وعاد نحط وضعيه الانطلاق ديال الدرس الجديد. اذا الغابيل وليفالياسيون دياغنوستيك عندهم علاقه بالكونسيبت ولكن الحوايج القديمه اللي كيعرفها على الكونسيبت. اما لو سيتياسيون دو ديبار تكون عندها علاقه بشي حوايج جديده اللي غيعرفوها على لو كونسيبت. بالنسبه لو ديرولمون دونك جو دوا شوازي لي زاكتيفيتي دونسينيون خصني نختار لي زاكتيفيتي ديال التعلم اولا ديال التعليم اللي غادي نديرو. بريسيزي لي تيب دي فالياسيون كومون لي زانتيغري يعني نشوف النوع ديال التقويم وكيفاش غادي ندمجو واش غندمجو التمرين واش غندمجو في تجربه مثلا واش غندمجو في مسابقه واش الى اخره. شوازيغ لي زاكتيفيتي دابرانتيساج دونك انشطه التعلم وانشطه التعليم يعني هنا تنهضرو توتالمون هذا الشيء كامل دابا اللي كنشوفو هنايا راه كله في الاخير غادي نجمعوه في واحد الجدول اللي غادي نسميوه جداده. ثم ديتيرميني لي زوبجيكتيف سيبلي باغ لي زاكتيفيتي يعني هاد في هذاك الديرولمون كيكونوا عندي واحد لي زاكتيفيتي وهذيك لي زاكتيفيتي كيخدموا ليا غيوصلوني لواحد لي زوبجيكتيف وهذوك لي زوبجيكتيف من بعد مع حصص اخرى ومع اسابيع اخرى غادي يوصلوني لواحد الكفايه اللي هي كنستهدفها انا. لا كلوتير كيفاش غنسالي كومون فير مون كور كومون فينير باردون كومون فينير مون كور يعني كيفاش نسالي الدرس ديالي كيفاش غادي نختمو واش مخططه واش يعني حصيله تركيبيه الى اخره.
فيكساسيون دي زابرونتيساج من خلال هذيك الخطط تيبان لي الحوايج اللي متمكنين منها المتعلمين والحوايج اللي ما تمكنيش منها. فهنا تنحاول انني نفيكسي لي زابرونتيساج، هذيك الحوايج ضروريه نفيكسيها معهم. اخيرا لو بيلون او ريزيمي او لو يعني الخلاصه او واحد الحصيله او واحد يعني خطط تركيبيه ديال لو كور. اذا هادشي كامل كما قلت لكم تنجمعوه في سكون ابيل ان اوتيل ديد بيداغوجيك او لا لافيش بيداغوجيك. اشنو تيكون في هذيك لافيش بيداغوجيك؟ تقريبا 3 بارتي تري امبورطون. لا بروميير بارتي كنهضروا فيها على لاني سكولير الموسم الدراسي، لو نيفو سكولير المستوى الدراسي، الاونيتي يعني الوحده الدراسيه، والشابيتر يعني الوحده الدراسيه كيكونوا فيها جوج لي شابيتر 3 4 6 الى اخره. ايتابليسمون مؤسسة لو بروفيسور و لا دوري، لا دوري ديال هذاك الشيء اللي غندير في لافيش بيداغوجيك. لا بارتي الثانيه من لافيش بيداغوجيك اشنو تيكون فيها؟ لي كومبيتونس سبيسيفيك، الكفايات الخاصه بهذا الماده. الكفايه حيت علاش؟ حيت الكفايات كاين خاصه وكاين عامه. الا بغينا نقولوا الكفايات الخاصه هي اللي مرتبطه بالماده، الماده بالضبط، الماده بالضبط. كفايه مثلا مثلا ممكن مجموعه من الكفايات، كفايات مثلا متعلقه بالخبر الوراثي الى اخره، كنبدا نذكر شي حاجه اللي مرتبطه بالماده. وكاين الكفايات العامه هي اللي عندها علاقه بالتقاطعات ديال الماده مع مواد اخرى، يعني هذيك الكفايات العامه كتخدمها الماده وكيخدموها مواد اخرى. ثم كنتقل هنايا في هاد لا دوزيام بارتي، كاين عندنا عاوتاني الموارد، الموارد المعارف والموارد المعرفيه المهاراتيه والموارد السلوكيه. بحال تنقول هنا الاهداف، الاهداف باش نوصل لهاد الكومبيتونس عندي اهداف، هدف اهداف معرفيه، اهداف مهاراتيه، واهداف سلوكيه. لي بريغوكي، شنو هما لي بريغوكي؟ هو المكتسبات السابقه، شنو هما باش نوصل انا لهاد الكفايه وباش نقري هاد الشابيتر الى اخره. شنو هما لي بريغوكي اللي تيخصهم يكونوا عنده عند المتعلم؟ المعارف اللي تيخصهم يكونوا عند المتعلم، الحوايج اللي قراهم السنوات السابقه واللي خصهم يكون عنده، واللي قلنا هنايا خصني ندير لهم واحد التقويم التشخيصي باش نشوفهم واش عنده ولا ما عندوش، ولا ما كانوش عنده ندير له ان غابيل ولا ندير واحد الدعم الى اخره. الريفيرونس، الريفيرونس هما المراجع، المراجع اللي اعتمدت عليها باش نصايب هاد لو كور ديالي. ثم كنبدا من بعد سيتياسيون بروبليم، وضعيه مشكله اللي غادي ينطلق منها الدرس، وضعيه مشكله كتكون في النهايه ديال هاد لا دوزيام بارتي. وعاد كيبدا الجدول ديالي، اشنو فيه؟ فيه المحاور ديال الدرس، اولا كبيره، اولا صغيره، ثانيا صغيره، ثانيا كبيره الى اخر شابيتر ان وحده الاولى الى اخر كلش. لا دوري ديال كل محور، المحاور لا دوري ديالهم، لاكتيفيتي دو لونسونيو اشنو غيدير المدرس، ولاكتيفيتي دو لابرونو اشنو غيدير المتعلم، ولو زوتي ديداكتيك يعني الوسائل الديداكتيكيه، الداتاشا وثائق الى اخره، وليفالياسيون التقويم اللي غادي ندير هنايا اش من تقويم شحال المد الى اخره. اذا هنا هادو هو اي فيش بيداغوجيك ديال اي ماده ديال اللي غتلقى فيها هاد الحوايج هادي ضروري تيكونوا فيها. هاد ثلاثه لي بارتي كيف ما قلت لكم، لا بارتي الاولى ليتابليسمون بروفيسور، لا ديري لا سكولير، لو نيفو سكولير، انسي دو سويت. لا دوزيام بارتي متعلقه بلي كومبيتونس والاهداف والمكتسبات اللي خاصها تكون والمراجع ولا سيتياسيون بروبليم. ثم في اخر بارتي وليت تكون طويله بزاف هي يعني العنصر المحوري في الجداده واللي هو المحاور، جدول المحاور، المده الزمنيه، اكتيفيتي دو لونسينيو هذاك الشيء اللي غيدير الاستاذ، لاكتيفيتي دي زابرونو مثلا عندنا هنا وثيقه مثلا العنوان هنا تعبير الخبر الوراثي شحال المده اللي غندوزو فيه مثلا، شنو خص يدير الاستاذ؟ يقدم الوثائق، يشرح للتلاميذ الى اخره، التلاميذ يقراون الوثائق، يحللون الوثيقه، يحاولون يجيب الاجابه على الاسئله، تبادل الى اخره، ولا ندير مثلا العمل بالمجموعات، الاستاذ ينظم المجموعات، يقسم المهام الى على حساب نوعيه النشاط، على حساب نوعيه لي زوتيل ديداكتيك كيف ما قلنا راهم متنوعين، وليفالياسيون في الاخر. دونك حتى لهنا كيسالي هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.